السلام عليكم، لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله. الدفاع جاني تراوي يلعب كرة كاشا سريع وخطير داخل منطقة العمليات، يراوغ يحاول في المرة الأولى والثانية تغطية دفاعية، التغطية موجودة من دفاع أساسيا وأصبح ميزان الفريق بالرأس للحارس خضيرية. سهلة هذه الكرة للحارس خضيرية برأسية لم تكن لكوماري، كوماري يبحث عن تسديدة من هناك، توزيع الأرضية ولكن الدفاع في المرة الأولى تعود الكرة مباشرة ولكن تغطية. الكرة السابقة في وضعية صعبة، أراد أن يلعب الكرة محمد عبد الرحمن بطريقة ثنائية بمقصية عالية ولكن كانت صعبة. كاكا داخل منطقة العمليات، يا سلام تراوي بكاكشي يسدد بقوة بعيدة إلى 55، محاولة من بكاكشي، كرة مباشرة إلى 55 للحارس سيدريك من مسافة بعيدة. جملاء من هناك الكرة لا وجود لوضع التسلل، محاولة صعبة وخطيرة في آخر لحظة، وصول ممتاز جاني تلك الكرة لتوري، خطير توري مرت، ترويض سيء للكرة من أفضلية يقول الحكم، يوزع كرة داخل منطقة العمليات، الدفاع جانيت بينية ممتازة، العمليات توري بعيدة داخل منطقة العمليات الكرة ولكن توري المتابعة. بعوش على الجهة اليسرى يلعب كرة داخل منطقة العمليات، بالعملية والكرة إلى 5 أمتار من لتخطي الدفاع بهذه الكرة من جانيت، ثم الثانية من محمد عبد الرحمن يلعب كرة بعيدة، تسديد كشا يحاول، كشا يحاول بامتياز لتراو، يا سلام يسدد الدفاع من جديد، محاولة صعبة ثوري خرجوا دفاع الأهلي، وضعية صعبة، كشا أحسن من الأولى، هاي لا داخل منطقة عمليات، العوافي يحاول يلعب كرة بالدفاع من جديد، الكرة الثانية صعبة للدفاع، لم تمر الدفاع صامت بيق، باوش تمويه ممتاز، باوش اللمسة الأخيرة لم تكن بالمستوى، سجل أمام بلودية الجزائر ب3-2 في هذه المباراة، أيضا أمام الجار الفريق والفوق، يا يتمكن من هز شباك الحارس سيدريك، يمنح الأفضلية والأسبقية للوفاق في الدقيقة 67، يتمكن كشا من هناك على الجهة اليمنى، المرور وكذلك التوزيع العرضية، يسعد أنصار الوفاق فوق المدرجات، يتمكن من فك اللغز وفك السر الذي دام 67 دقيقة. كشا شاهد كيف مر وكيف وزع، توزيع ممتاز، المدافع المتابعة من ثوري ولكن الكرة تكون قد لمست أحد المدافعين وسكنت مرمى الحارس سيدريك، نعم لمست المدافع سبيعي وراحت مباشرة إلى شباك الحارس سيدريك. كشا في الشوط الثاني يتغير الحال، تتغير المعطيات في قدم عيسى الباي ومباشرة تتحول إلى شباك الحارس سيدريك لتعلن عن تغيير النادي، أن يعود أيضا ويركز. من هناك محاولة توزيع الكرة داخل منطقة العمليات، والدفاع بدأ هناك لا شيء، ربما الأيمن لمرمى باري، باري جانبية، حارس سيدريك كرة صعبة جدا على مرمى الحارس سيدريك، منتظر كما يجب غير الاتجاه لبعوش على الجهة اليسرى، يحاول بالعميري يوزع كرة داخل منطقة العمليات صعبة، والحارس خضيرية في القائم الأول يتمكن، صعبة الكرة للوفاق، صعبة الكرة، صعبة قندوسي يلعب كرة مباشرة لكشا، خطير خطير، والدفاع الكرة الثانية تعود، يرسل وتبعد الكرة، ومحاولة من جديد، يحاول من جديد جديد، يحدد الكرة للدراوي وبعد ذلك قاروي، هاي ملعوبة خضيرية بقوة، تصدي ممتاز
يتألق ويتعملق في هذه الكرة الثابتة القوية جدا، كانت تبحث مباشرة عن الشباك عن الزاوية، ولكن الحارس خدايرية بقوة كبيرة ينقذ مرماه، يخرج الكرة ويحولها إلى ركنية لمصلحة هذه البرش. كانت هناك فرصة كبيرة، ركنية لمصلحة أهل البرج. الدفاع ومحاولة كل لاعبي أهل البرج داخل منطقة العمليات. الورقة البديلة الآن في مكان في لمصلحة الوفاق من العبادة داخل منطقة العمليات. الغربال محمد عبد الرحمن يتمكن من تعديل النتيجة في الثواني الأخيرة من المباراة، يتمكن من إعادة الروح لفريق أهل البرج، يعدل النتيجة. محمد عبد الرحمن في القائم الثاني يعيد المباراة إلى 1-1 للتعادل بعد هذه الكرة والركنية ملعوبة كما ينبغي بالراسية الأولى من جانيت والثانية من الغربال من محمد عبد الرحمن، تصدي أول من الحارس، ولكن في المرة الثانية المتابعة سنشاهد، شاهدوا معنا. هاي الكرة بالرأس من جانيت محولة كما ينبغي، يد خدايرية تمنع الكرة من الوصول للشباك. المتابعة